سادتي فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الخيل المبتدئ لإنتاجه مسيرتين على مسافة 1400 متر، 19 رسم من الخيل المبتدئ لإنتاج عمر السنتين على مسافة 1400 متر بالشعارات المختلفة تندفع في هذه اللحظات. هنا خمسة ثواب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، هناك أيضا في المقدمة رقم 9 بحفظ الرحمن، وهناك أيضا المطاردة التي تأتي لظواهر لابن الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاركة الثانية لظواهر. هناك أيضا نشاهد رقم 19 على ما يبدو على انزع البطين، ومحاولات أيضا للتقدم لفاخر شرف عبد الله المير من الداخل، التقدم الذي يأتي هنا لا زال لرقم 9 شبل عمر، ومحاولات للتقدم في هذه اللحظات كما تشاهدون الآن بحفظ الرحمن المقدم والمركز الأول. هناك المطاردة من الخارج الآن التي تأتي ل19 على انزع البطين، هنا التقدم يأتي لرقم 13 ظواهر إلى المرتبة الثانية على ما يبدو، ومن الداخل الآن المحاولات التي تأتي لرقم 4 في هذه اللحظات بريشس، محاولة التقدم لبريشس لعبد الله بن حمد الشويعر، وكذلك ظواهر من الخارج الآن في المشاركة والظهور الثاني لظواهر في سباقات الخيل السعودية، ولا زالت الصدارة لأربعة بريشس. هنا ظواهر تغير المسار في هذه اللحظات في التقدم بكل قوة لظواهر، وهنا أيضا الدخول لذو النور إلى المرتبة الثانية، ولكن يبدو المرتبة الأولى قد حصل عليها بريشس الذي قدم كل شيء في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، بريشس يتقدم يخطف الصدارة يحافظ عليها، تدريبات عبد الله بن حمد الشويعر مالكاً